ورجعنا لكم مرة تانية، وجه دلوقتي بقى معادنا مع كتابنا النهاردة. وكتابنا النهاردة هو من الكتب الجديدة اللي شارك في معرض الكتاب، والحقيقة إن هو كتاب مختلف تماماً بكل المقاييس. الكتاب اسمه أول الحكاية عن السينما والكتابة والحياة. أول اختلاف في الكتاب إن كتبه اتنين كتاب، وهو إعداد ثنائي مشترك ما بين الكاتب الصحفي الأستاذ محمد غالب، أهلاً بيك أستاذ محمد، والكاتب الصحفي الأستاذ إمام أحمد. اهلا بيك استاذ امام. والحقيقه انه الكتاب باين من عنوانه، العنوان بتاعه بيقول انه هنفهم من الكتاب انه بيدور على اصل الحكايه. اصل الحكايه هنا في اي عمل بنشوفه اذا كان درامي سينمائي هو الاحداث بتاعه الموضوع، هي تفاصيله شخصياته، وده بيبان في كتابته، لانه الكتابه او السيناريو هي اول حاجه بتتعمل في اي عمل ايا ما كان درامي او سينمائي. وإزاي العمل ده قدر إن هو يلمس حاجة جوانا، والأساس دايماً بيبتدي من الفكرة زي ما قلت لحضراتكم اللي بيكتبها السيناريست وبيعيش معاها، وبعد كده يبتدي يتخيل أبطالها إذا كانت سينما أو إذا كانت تلفزيون، وبعد كده بيبتدي يحولها بعقله وبخياله لسيناريو جاهز والكلام يتنطق والحكاية ينفع نشوفها، إذا كانت في حوار ما بين الممثلين، إذا كان في أي عمل بيتقدم على بأي شكل من الأشكال. طيب خلونا نرحب بالكتاب اللي معانا النهارده ونبتدي على طول كلامنا معاهم عن كتابهم الجديد. اولا الف مبروك على الكتاب. ثانيا هي فكره طبعا مختلفه زي ما قلت في البدايه انه اعداد ثنائي، اتنين كتاب بيشتركوا في نفس الكتاب. الفكره دي حد عملها قبليكوا ولا انتوا اول ناس تعملوها؟ ما اعتقدش، يعني انا ما سمعتش عنها عن نفسي قبل كده. انت سمعت عنها قبل كده استاذ امام؟ لا. اوكي، انتوا اصلا صحفيين مظبوط، واحب اقول لكم انه الاستاذ امام يمكن كان ليه مجموعات قصصيه قبل كده، اما بالنسبه للاستاذ محمد فهو ده اول كتاب ليك. الفكره جات لكم منين؟ هو في الحقيقه الفكره بدات من عند صديقي محمد غالب. اتفضل يا صديقي. يا استاذ محمد، هو اول حكايه بدا معانا من 2018 يناير 2018. من قبلها بفتره انا وامام متابعين جدا للسينما، يعني بشكل يومي ممكن بنشوف افلام، وبعد شغلنا الطبيعي بنروح نقعد نتكلم عن هو يرشح لي افلام انا ارشح له افلام. وشغلكم ليه علاقه بالسينما؟ يعني هل في كتاباتكم الصحفيه ليها علاقه بالسينما؟ لا، كان اهتمام بس. اهتمام بس. اوكي. فنتكلم هو يرشح لي افلام ارشح له افلام، بدانا بقى نتكلم فكره كل فيلم بدات ازاي؟ طب ليه الكاتب عمل ده؟ طب ليه السيناريست عمل ده؟ وكان اكتر تركيزنا على السيناريست نفسه مش الاخراج، يعني السيناريو اكتر حاجه. ايوه. طب ليه عمل النهايه دي؟ جمله الحوار دي كانت جميله. فانا بدا يكبر معايا الموضوع شويه بشويه، فقعدت مع امام قلت له احنا عايزين نعمل حاجه عن كتاب السيناريو في مصر. وهو امام طبعا تحمس جدا، وقعدنا اسبوع نتكلم لغايه ما وصلنا لاول الحكايه. بس احنا كان شرطنا ان لازم الاستاذ وحيد حامد يبقى معانا. قلنا ما ينفعش نعمل كتاب عن السيناريو الا في وجود الاستاذ وحيد حامد. كلمنا الله يرحمه طبعا. طب كلمنا صديقنا الاستاذ محمد عبد الجليل، كان هو رئيس قسم الفن في جورنال الوطن، نسق لنا الحوار مع الاستاذ، وطبعا هو تحمس جدا وقابلنا يعني كاننا اصحابه مش تلميذ واستاذ. فكان يوم ما يتنسيش طبعا. أكيد. فتح لنا قلبه. أكيد. وكلمنا عن الذكريات وعن السينما وعن الحياه وعن الفكره. اكيد. وبدات بقى من هنا الحكايه. اكيد. احكي لي شويه عن فكره انكم تبتدوا من الحوارات مع الكتاب، يعني كان ممكن تناقشوا الموضوع بطريقه مختلفه، ايه اللي خلاكم تقرروا ان انتوا كتابكم هيكون يعني عن حوارات وعن اسئله وعن كلام جاي من كتاب السيناريو، طبعا من اشهر كتاب السيناريو الكاتب الراحل الاستاذ وحيد حامد؟ هو في الحقيقه بعد ما محمد غالب يعني طرح عليا الفكره انا تحمست جدا، وكان زي ما غالب ذكر احنا كنا دايما بنتكلم عن السينما وعن الفن وعن الكتاب عموما. بدانا نحط مجموعه من المحاور والتصور بتاع الكتاب، كان على راسه اللي حضرتك ذكرتيه دلوقتي، هو انه يكون مجموعه من مش هسميها حوارات ولا مقابلات صحفيه، ولكن هي قعده دردشه. يعني ممكن نسميها قعده دردشه مع كبار الكتاب، الناس اللي هم صنعوا هذه الافلام طبعا، وكانوا العقل المفكر للفكره اللي احنا في الاخر شفناها طبعا، افلام سينمائيه عظيمه على مدار الخمسين سنه اللي فاتت. فقلنا نروح نقعد مع الناس ديت، وقررنا ان ما يكونش حوار في شكل سين وجيم بشكل يعني جاف شويه او بشكل صحفي. لا، احنا هنروح مع الاساتذه دول الكبار ونعمل معاهم ما يشبه رحله.
احنا بنعمل رحله من اول حكايته وهو طفل في القريه، يعني الاستاذ وحيد حامد بدانا بيه هذه الرحلات، حكى لنا الرحله بتاعته، اول الحكايه بتاعته من منذ ان كان طفل في القريه لحد ما وصل بالظبط، وازاي اتربى وازاي نشا وازاي حب الكتابه لحد ما وصل، وبدايه دخوله عالم السينما وبدايه احتكاكه بالفنانين والمخرجين والمنتجين. فبنرصد هذه الرحله بشكل شيق وباسلوب سلس، وبنعتقد ان احنا ما بنقدمش بس يعني وجبه للمهتمين بالسينما، لكن احنا كمان من خلال رصد الرحله ديت لعدد من كبار الكتاب، يعني نعتقد ان احنا عملنا نوع من انواع التاريخ للسينما المصريه، لان هم كانوا شهود على مراحل مهمه جدا في السبعينات طبعا والثمانينات طبعا وصولا الى الوقت الحالي، ووثقوا احداث كتير وقدموا حقيقة افلام مهمه طبعا، وغيروا في وجهات نظر كتير طبعا، وطبعا كان لهم تاثير كبير جدا طبعا. فرصدنا معاهم الامر ده، وهي كمان المقابلات لما حضرتك تقريها في الكتاب هي مش موقفناش عند السينما فقط لكن كمان حياتهم الشخصيه، ما انت بتقول ابتديتوا من بداياتهم من طفولتهم بالزبط. وده ايه اللي خلاكم تهتموا بيه؟ يعني هل تفتكروا ان طفوله الكاتب ممكن قد ايه تاثر بالزبط على كتاباته بالزبط، وقد ايه ممكن تكون وجهه نظره عن الحياه طبعا، وقد ايه ممكن تكون مؤثره في شخصيته وبالتالي ده هينعكس على كتاباته؟ ده حقيقي جدا فضل جدا. يعني مثلا الاستاذ بشير حكى لنا عن ان اكتر حد مأثر فيه في الكتابه طنط النبويه اللي هي مرات عمه اللي كانت بتحكي له في البلد حواديت واساطير والعفاريت. الاستاذ بشير الديك القريه مأثره في الاستاذ وحيد حامد جدا. هاني فوزي تحديدا الطفوله فيه مأثره، يعني كل افلامه او معظم سيناريوهاته حاجات نابعه منه هو. فطبعا احنا ركزنا على الموضوع دوت، ازاي الفكره بتتولد وازاي الطفوله مأثره. ده غير طبعا اتكلمنا عن كواليس الافلام، علاقة المخرج بالمنتج بالسيناريست، حاجات كتير جدا موجودة يهتم يعني تعجب الهاوي القارئ الهاوي اللي هو بيحب يسمع حكايات وفي نفس الوقت الدارس. أوكي. طيب احنا عايزين نتكلم عن الغلاف في الأول، نتكلم كده شوية عن اختياركم للغلاف ونتكلم عن شكل الغلاف اللي اخترتوه. هو شكل الغلاف احنا قعدنا مع بعض قعدنا برضو نتناقش اول الحكايه اتناقشنا عن كل تفصيله ومنها طبعا تفصيله الغلاف وطرحنا في الحقيقه اكتر من فكره، لكن في الاخر استقرينا ان يعني يطلع بالشكل اللي موجود دوت، هو اللي يشوفه يعني هو قريب شويه من كانه فيلم قديم او يعني شيء بيغلب عليه شويه الطابع الفني والطابع كانه في الثمانينات او التسعينات، ف يعني قريب من فكره الكتاب ومن محتوى الكتاب. فطبعا ده كان بالتنسيق مع دار النشر، عرضوا علينا الشكل والالوان والغلاف، احنا يعني اعجبنا بيه، كان في بعض الملاحظات تم تنسيقها لحد ما وصلنا في الاخر للشكل دوت اللي هو بيعبر عن المحتوى الموجود في الغلاف. وطبعا كنا يعني حريصين ان الاستاذ وحيد حامد يبقى موجود على غلاف الكتاب، لان في الحقيقه احنا يعني كنا سعداء جدا ان يكون واحده من المقابلات المهمه مع الاستاذ وحيد حامد قبل رحيله وبيحكي فيها قصه حياته الفنيه والشخصيه زائد انطباعاته حتى عن قضايا عامه وقضايا سياسيه وقضايا يعني متعلقه بالحياه، كل ده موجود في رحلة الأستاذ وحيد حامد. فكنا حريصين إنه يكون موجود على الغلاف، كمان كنا حريصين إنه الإهداء بتاع الكتاب يبقى إلى الشخص الذي أحب السينما زي ما قال في كلمته خلال تكريمه قبل الرحيل مهرجان القاهرة السينمائي بالظبط الأستاذ وحيد حامد، فقررنا نختار الكلمة ديت إلى الشخص الذي يعني أحب السينما أحب أيامه في السينما. هل كنتوا يعني قاصدين التزامن في فكرة التزامن مع ذكرى رحيله في فكرة صدور إصدار الكتاب؟ لا خالص، يعني ما كناش عندنا قصد في دوت، هي المسألة جت كده بالصدفة. كان من حسن حظنا إحنا نقعد مع الأستاذ وحيد حامد قبل رحيله، وكان من حسن حظنا إن الكتاب يخرج في الذكرى بتاعته، فهي الأمور يمكن القدر هو اللي رتب التفاصيل دي. هو انا الحقيقه كنت بتمنى ان احنا نسلمه نسخه من الكتاب. فهو يوم رحيل استاذ وحيد حامد احنا كنا مخلصين الكتاب، احنا اتاخرنا شويه في النشر بسبب كورونا بسبب حاجات فده شيء زعلنا جدا يعني. كان نفسي يبقى معايا نسخه يعني. الله يرحمه الله يرحمه ويحسن اليه طبعا. طيب تعالوا نطلع مع بعض دلوقتي فاصل ونرجع لكم على طول، اتفضل.
ورجعنا لكم مرة تانية ونكمل كلامنا معاكم. على أي أساس اخترتوا الشخصيات اللي قررتوا أنكم تتحاوروا معاهم أو تكلموهم أو تتكلموا عنهم؟ يعني احنا وضعنا اتفقنا على مجموعة من المعايير لاختيار الأبطال بتوع الكتاب. كان أهمها ان هم يكونوا بينتموا لفئات عمرية مختلفة. يعني يكون في حد من جيل الكبار، حد من جيل الوسط، حد أيضا من جيل الشباب. ده كان المعيار الأول. المعيار الثاني ان ذوق الأفلام اللي تم تقديمه في السينما وذوق السينما عند الكاتب يكون مختلف. فبنلاقي ان يعني عندنا المدرسة الكوميدية شوية اللي يمكن فيها إفهات، فيها كوميديا. المدرسة اللي فيها سياسة شوية، فيها قضايا تقيلة وأفلام تقيلة. فكان في تنوع على مستوى الفئة العمرية، وكمان تنوع على مستوى نوع الأفلام اللي بيقدمه كل كاتب، عشان نبقى جايبين كتاب من مدارس مختلفة. فكنا حريصين ان يبقى معانا الأستاذ وحيد حامد والأستاذ بشير الديك باعتبار يعني بيمثلوا جيل الكبار، الدكتور مدحت العدل والأستاذ هاني فوزي والدكتور عاطف بشاي، معانا كمان يعني الأستاذة وسام سليمان. وسام سليمان من جيل الشباب، عملت أحلى الأوقات وعملت فتاة المصنع. فكنا حريصين إن يبقى في تنوع الوجبة المختلفة دي. إذا كان في الجيل، إذا كان في طبيعة المواضيع، طبيعة المحتوى اللي بيقدمها. كلمني شوية عن الكاتب الأستاذ بشير الديك، وكلمني عن أهم الملامح اللي قدرتوا ترصدوها من خلال كتابكم. الأستاذ بشير الديك إحنا رحنا قابلناه، قعدنا تقريبا أطول حوار كان مع الأستاذ بشير. هو عنده قدرة على الحكي جميلة، واستوعبنا واستوعب فكرة الكتاب. كلمنا من بداية خالص، من أول قرية الخياطة اللي اتولد فيها. كلمنا عن طنط نبوية اللي هي مرات عمه، اللي هي أصلا نمت فيه فكرة الحكي، وكانت بتحكي له دايما قصص وهو صغير. هي وهو الأطفال في البلد، وهي كانت بتحكي له، وهي مأثرة فيه حتى الآن. كلمنا عن أفلامه طبعا، وعن الكواليس، عن الشلة بتاعته، الأستاذ بشير والأستاذ عاطف الطيب والأستاذ محمد خان. كلمنا عن أحمد زكي وسعاد حسني خلف الكواليس. كلمنا عن علاقته بعادل إمام بعد فيلم الحريف. كان حوار طويل جدا، يعني أنا شخصيا استمتعت بيه واستفدت منه، واتمنى ان يعني القارئ كمان يستفيد منه ويستمتع بها اكيد ان شاء الله. هل تفتكروا لو ما كانتش الشخصيات المهمه او الكتاب الناجحين والاسامي البارزه اللي انتوا قابلتوها دول، لو ما كنتوش قدرتوا تقابلوهم، تفتكروا كان المحتوى هيطلع زي ما انتوا كنتوا متخيلين؟ يعني لا اعتقد ان هم الكتاب ليهم دور، يعني هم شركاء في العمل، وجودهم وفكره بالزبط. الحوار اللي حصل معاهم وحكاياتهم الحقيقيه اللي مش انتوا بتحكوها، هم اللي بيحكوها. ما بنطرحش وجهات نظرنا الشخصيه او ناقد فني مثلا بيقدم تحليل للسينما المصريه، لا. الموضوع فيه جوانب انسانيه، وفي خبرات بتكتسب من الكتاب دول. يعني اللي يفتح الكتاب هيلاقي الشق الانساني، وهيلاقي خبرات، هيلاقي كلام رايح وجاي، في نقاط، في اختلافات ما بينهم. فكان مهم جدا وجودهم، لان هم الابطال الحقيقيين بتوع العمل. احنا نسقنا، حطينا المحاور، حطينا الافكار اللي عايزين نطرحها، اهم الاسئله اللي ممكن تبقى موجوده عند القارئ. فكل ده احنا عملناه. كمان الصياغه الاخيره حرصنا ان الكتابه كمان تبقى كتابه سلسه وبسيطه، واخده طابع انساني، تبقى قريبه من محتوى الكتاب. لكن وجودهم طبعا هو الاهم، هو البطل في الموضوع. ايه الجوانب الجديده اللي قدرتوا تكتشفوها من خلال حواركم معاهم ما كانش حد يعرفها قبل كده؟ يعني اكتشفت ايه جديد عن الاستاذ وحيد حامد؟ اكتشفت ايه جديد عن الاستاذ بشير الديك؟ ايه اكتشفت ايه جديد عن الاستاذ هاني فوزي؟ ايه اللي اكتشفتوه جديد من خلال حواركم معاهم؟ هو انا بس عايز اقول الاول ان هم كانوا تعاونوا معانا بشكل كبير جدا. يعني انا اول لما اكلم حد في تليفون كان بيتحمس جدا، حتى انا فاكر كلمه الاستاذ عاطف بشاي قال لي ده وقت الكتاب ده، قال لي ده وقت ان احنا نعمل الكتاب ده. الاستاذ وحيد حامد قابلناه على طول، يعني اول لما كلمه الاستاذ محمد عبد الجليل. الجوانب الجديده في الكتاب مثلا الاستاذ هاني فوزي، انا اكتشفت ان معظم افلامه
تجربة ذاتية حصلت في حياته. ودي كانت حاجة بالنسبة لي مهمة يعني. بحب السيما ده كان تجربة ذاتية مثلا؟ يعني الطفل الصغير في بحب السيما في حاجات كتير من الأستاذ. هو كان الطفل الصغير كان بيحب السيما فعلا من هو صغير؟ بالظبط. كان بيحب السيما وهو صغير، وكان بيروح يهرب من أهله ويدخل السيما، ويعني في جوانب كتير ملمسة. اوكي. أستاذ وحيد حامد؟ الأستاذ وحيد حامد مثلا تغيير يوسف إدريس، الأستاذ الكبير يوسف إدريس، لفترة من فترات في وحيد حامد، لأنه كان بيكتب القصة القصيرة. ولما ورى القصة القصيرة الأستاذ يوسف إدريس قال له لا أنت مكانك في الدراما. فهو قال لي أنا اكتشف حاجة فيا مش أنا ما كنتش شايف. وجهه التوجيه المظبوط. طبعا الأستاذ وحيد حامد اتكلمنا عن مشاهدته للأفلام، الأفلام اللي هو بيحب يشوفها، أنه كان بيروح مهرجان كان باستمرار يتفرج على الأفلام هناك ويتعلم حتى لما كبر. كان طول الوقت بيتعلم، طول الوقت بيشوف، طول الوقت بيتابع. كلمنا أسرار كتير وحكايات كتير. وارجع أقول لكم تاني أنكم اهتميتوا بالطفولة، لأن أنتوا كان عندكم اعتقاد واعتقادكم في محله أن الطفولة هي اللي بتأثر بعد كده على كل وجهات النظر. في الكبر بقى لما الواحد بيكبر بيمارس بقى مهنة أيا ما كانت هي إيه مهنته، حقيقة الطفولة بتكون مؤثرة بشكل كبير طبعا. جدا عايز أقول حاجة قبل ما نطلع فاصل. الدكتور مدحت العدل مثلا طفولته في حي شبرا الشبرا، وازاي هو متاثر جدا بشعبيات شبرا اللي موجوده في الحي والاقباط والمسلمين باعتباره حي فيه يعني وحده وطنيه وفي جوانب شعبيه كتيره، وده كله اثر في شخصيته واثر في كتاباته بعد كده طبعا، وحتى في مصطلحاته. صحيح طبعا، وحتى في مصطلحاته طبعا. وحقيقي فيلم حلو قوي يعني، من 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 اهم الافلام اللي اتعملت في السينما المصريه فيلم بحب السينما. فيلم عظيم. وفي كمان معاني كتير جدا، في معاني وفي فلسفه وفي دراما قويه جدا. وفي الاهم من كده، وده الاستاذ هاني فوزي برضو اتناقشنا معاه فيه، انه خارج عن فكره الشخصيات الاستنباطيه اللي هو واحد خير واحد شر واحد حلو واحد وحش. لا، هي الحياه مش كده. هو الواحد ممكن يبقى فيه جوانب خير طبعًا. وجوانب شر، وعنده طبعًا. اخطاء وعنده ايجابيات، في حاله صراع كده نفسي داخل كل انسان. صحيح. الفيلم ده فيه كم من الصراع النفسي. صحيح. والذاتي قدر الكاتب انه يعبر عنه انطلاقا من بعض الجوانب الشخصيه في حياته هو، زي ما قال في الكتاب وذكر بالامثله مواقف هو اتعرض ليها، والمواقف دي اتنقلها في الفيلم. وسلط الضوء الحقيقه على اجزاء جريئه جدا وعلى معاني جريئه جدا طبعًا. وفي وقتها يمكن كان مش اي حد يقدر يتكلم في اللي هو اتكلم فيه طبعًا. حقيقي طبعًا. سعيده قوي ان انتوا اخترتوا الكتابه، لان انتوا عرفتوا تختاروا الاساس، يعني الاساس في اي عمل وفي نجاح اي عمل طبعًا. هو الكتابه طبعًا. زي ما دايما كده بنقول انه الورق هو اهم حاجه وبعد كده كل حاجه بتتركب عليه. لما سالتوا الكتاب الكبار اللي اتكلمتوا معاهم، لقيتوا ان هم فعلا اللي بيحددوا الابطال، ولا الكاتب بيكتب من غير ما بيتخيل البطل بتاعه أو مين اللي هيعمل الشخصية اللي هو بيكتبها دلوقتي وبيسيب ده للمخرج؟ يعني كل كاتب سألتوه عن الموضوع ده قال لكم إيه؟ كان في أسئلة ثابتة منها اختيار البطل، اختيار البطل طبعا بتختلف من ظروف فيلم لفيلم، كل كاتب قال لنا إجابة غير التاني. وفي إجابات كانت مختلفة بالنسبة لورش الكتابة، مثلا سألناهم على ورش الكتابة كل واحد قال إجابة مختلفة عن التاني. سألناهم عن الأعمال التاريخية كل واحد له إجابة مختلفة عن التاني، كل واحد له وجهة نظر في النقطة دي، سواء في الأعمال التاريخية أو ورش الكتابة أو اختيار البطل أو علاقته بالمنتج أو السيناريست أو المخرج. فالاختلاف ده كان حلو معانا جدا علشان لو واحد بيتعلم سينما أو بيتعلم كتابة يشوف الوجهات النظر دي المختلفة كلها ويكون هو وجهة نظره الشخصية في مجاله. أكيد أكيد. كملتوا بعض في إيه؟ يعني عشان انا اعمل مشروع مع صديقه ليا او مع زميله ليا، محتاجين نكون على قدر ما احنا متفقين، على قدر ما احنا فينا اختلاف بنكمل بيه بعض. كملتوا بعض في ايه وانتوا بتكتبوا مع بعض؟ هو احنا كملنا بعض في ايه هقول لحضرتك، بس هو كان محتاجينه رقم واحد لو حد بيسمعنا دلوقتي وداخلين في عمل، هو رقم واحد ان هم يكونوا بيقعدوا مع بعض على ترابيزة وفي حب ما بينهم كده يعني. أول حاجة بيعرفوا يسهروا، بيعرفوا يخرجوا، بيعرفوا يتكلموا، بيعرفوا يتكلموا مع بعض. لأن لو الأمور مش كده هيفضل يعني في مسافات أكيد. إنما لو هم بيخرجوا بيقعدوا بيروحوا يسهروا بيقضوا حياتهم مع بعض، فالمسافات دي بقت ملغية، فالعمل في الآخر هيطلع وكأن شخص واحد اللي كتب. جميل. فده مهم جدا. كملنا بعض في إيه؟ كملنا بعض يعني على مستوى مثلا التواصل بالضيوف، كان احيانا غالب بياخد جزء انا باخد جزء، نقول غالب يقول انا مثلا
اتواصل مع فلان انا شايف ان انا هقدر يعني انسق معاه بشكل افضل. انا اخد جزئيه، كان كله بيبقى بالاتفاق وعلى والتعاون الاكبر جه واحنا بنكتب كمان. كان ده الجزء الاكبر، لان الكتابه يعني انا من الناس اللي مايله، قلت كده الغالب انا اميل اكتر ان الكتابه عمل يعني ابداع شخصي، واحد هو اللي يكتب الفيلم او واحد هو اللي يكتب العمل، ولكن احنا بنكتب كتاب مع بعض، فكان في تحدي. ففي مستوى الكتابه بدانا نوزع الفصول على بعض، انت هتكتب الشخص الفلاني، هو يعني غالب كتب على ما اتذكر وحيد حامد، انا كتبت بشير، يعني بدانا نوزع تقسموا الكتابات، كل حد بيكتب بيروح مدي للتاني النسخه يقراها يراجعها يقول له طب ايه رايك لو غيرنا السؤال ده، غيرنا الصيغه ديت، حطينا عنوان. فده كان نوع من التكامل، ساهم في الاخر ان العمل يخرج بشكل كويس. اكيد. اختلفتوا في ايه؟ ما كانش في اختلاف خالص. لا. ما 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 طرحتوش وجهات نظر، انت قلت له مثلا يا امام لا انا شايف ان ده نعمل كذا، هو قال لك الاختلاف مش لازم يكون يعني تحاول خناقه، بس احنا كل واحد فينا قال وجهه نظر مختلفه عن التانية، وفي الاخر وصلنا للاتفاق. بالعكس بالعكس، يعني ما اختلفناش لاسباب اللي احنا كنا متفقين على كل حاجه. تاني حاجه الكتاب اللي كانوا معانا يعني زي ما انا وامام كنا متفقين على الفكره، هما كمان يعتبر كانوا متفقين معانا على الفكره. كانوا حبينها. حبينها جدا. الحمد لله. جميل. نتكلم شويه عن المواضيع المهمه اللي اتكلمتوا فيها في الكتاب، بمعنى مثلا هديكوا امثله. الاستاذ عادل امام مع السيناريست الراحل الكاتب الاستاذ وحيد حامد عمل افلام غيرت كتير، غيرت في قوانين، غيرت في وجهات نظر، غيرت في حاجات كتيره جدا، كان بيسلط الضوء على مشاكل حساسه جدا، مشاكل مجتمعيه في غايه الاهميه. ايه النقط المهمه اللي كنتم مهتمين انكم تنوروها في الكتاب ليها علاقه بالمواضيع المهمه اللي طرحتها الافلام او المسلسلات للكتاب اللي انتوا قابلتوه؟ يعني كان من الحاجات المهمه اللي احنا مركزين عليها الضوء في محطات فنيه كده مهمه، بافلام مهمه كان لازم نمر عليها. زي مثلا حرك انطلاقا من كلام حضرتك، هو ما افلام التسعينات بتاعت الاستاذ وحيد حامد مع الفنان الكبير ربنا يديه الصحه الارهاب والكباب زعيم عادل امام والاستاذ شريف عرفه، والاستاذ شريف عرفه طبعا كمخرج، هي كانت ثلاثيه ما بين الزعيم وما بين الاستاذ شريف عرفه والاستاذ وحيد حامد، فكان لازم نقف عند المحطه دي. أكيد. نتكلم عن الارهاب والكباب، ونتكلم عن سلسله الافلام اللي خرجت في التوقيت دوت، النوم في العسل، وعدد من الافلام اللي خرج في التسعينات وكانت بتناقش قضايا. والفيلم هنا كان مختلف، يعني كل فيلم منهم بيناقش قضيه مهمه وبيتعمق فيها. والاستاذ وحيد حامد قال ان هو كان بينزل يشوف على الارض ويعمل معايشات على الارض عشان ينقل بالظبط الصورة زي ما هي تماما. فده كان مهم. مع الأستاذ بشير الديك كان الثلاثية بتاعت الأستاذ بشير الديك مع عاطف الطيب، مع بعض الأفلام كان بطلها الأستاذ أحمد زكي، فقدموا مع بعض مجموعة من الأفلام المهمة وقفنا عندها، زي سواء الأوتوبيس على سبيل المثال، الفكرة جت منين واللي انت كنت عايز تناقشه ايه، ودخلنا في عمق الأفلام والتجارب اللي خرجت في المرحلة دي. فانتقلنا من مرحلة لمرحلة، وكل مرحلة منها كنا بنحاول نعرف ما وراء الكواليس. هو المشاهد شاف الفيلم واتفرج عليه خلاص، إنما ما وراء الفيلم ده بقى تم صناعته إزاي، تم تحديد أبطاله إزاي، تم تحديد قضايا إزاي، كل ده اللي كنا بنناقشه جوه الكتاب. جميل. بعد التجربة اللي انتوا عملتوها وبعد الـ 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 المقابلات والانترفيوهات اللي عملتوها مع كبار كتاب مصر، يعني مين كان صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الفيلم، في اختيار الأبطال، في تفاصيل الفيلم اللي مكتوبة اللي صاحبها السيناريست أصلاً؟ المخرج ولا الكاتب، او المخرج ولا السيناريست؟ هو الاستاذ وحيد حامد قال لنا حاجه مهمه جدا، قال لنا السيناريست صاحب الكلمه الاولى طبعا، مع بعض الليونه يعني يسمع. لو لقى اللي سمعه ده حاجه كويسه للفيلم او اضافه مفيش مانع ان يبقى فيه ليونه، لكن السيناريست هو طبعا صاحب الكلمه الاولى. كل الكتاب قالوا نفس الكلمة بتاعت الاستاذ وحيد ولا حد تاني قال حاجة تانية؟ لا، غالبا كله كان في نفس السياق يعني. وكمان ادونا نصايح للكاتب الجديد ان هو يبقى عنده ثقافه عامه، يقرا كتير جدا، وكل كاتب قال لنا نماذج للكتب اللي هو بدا بيها. يعني الاستاذ وحيد حامد مثلا كان متاثر جدا بشكسبير. كمان قالوا لنا على بجانب الثقافه العامه الخيال والخبريات الحياتيه، يعني ما ينفعش الكاتب يبقى قاعد في المكتب، لا، لنا ننزلوا الشارع طبعا، اركبوا مترو، اقعدوا في قهاوي،
لازم اي كاتب يعمل كده. فدي كانت لازم تحتكوا بالواقع عشان طبعًا. تعرفوا تعبروا عنه مظبوط. طبعا اكيد اكيد. طيب خلينا نتكلم عن فكره مشاركتكم بقى في معرض الكتاب، واعتقد ان دي فرصه جميله لان انتوا تبقوا مشاركين في معرض الكتاب. كلمني شويه عن فكره انه كتابك يبقى شارك في معرض الكتاب. وانا في الحقيقه كنت دايما من وانا صغير ومن ايام المدرسه كنت اروح معرض الكتاب كزائر، اقعد ابص على الكتب واشوف العناوين واخرج من المعرض شايل شنطتين كده في ايديا ومروح بيهم البيت. فمع اول مره ان يبقى ليا كتاب، كان الكتاب الاولاني اللي هو قبل اول الحكايه لمعرض الكتاب 2020، ان انا رايح بقى مش زائر بس، انا رايح كمان وانا ليا يعني مولود جوه المعرض. فكنت حاسس بسعاده جدا وكنت حاسس بفخر، وكنت واقف جنب كتابي كده عمال اتصور جنبه ومبسوط جدا ان انا ليا. اكيد دي حاجه تفرح اي حد، وان اسمي محطوط مع اسماء كتاب كبار، فكنت سعيد جدا. دي تاني مره، وهي مره مميزه لان مع يعني صديق وكاتب بحبه محمد غالب. فسعيد طبعا ان يبقى الكتاب بتاعي موجود، وان كمان الاهم من كده ان انا مش مجرد اسمي موجود على غلاف الكتاب، لكن في مجموعه من الاسماء الكبار اللي انا حبيتهم اللي هم ضيوف الكتاب موجودين معايا، هم شركاء في العمل، احنا كلنا طالعين في الاخر في كتاب واحد. فحاسس بسعاده وحاسس بفخر، واتمنى ان الكاتب ان الكتاب يعجب ويلقى يعني اعجاب القارئ بتاعه، سواء القارئ ده كان القارئ الهاوي اللي بيحب السينما وعايز يعرف بعض الكواليس عن احمد زكي وسعاد حسني وعادل امام، كل ده موجود في الكتاب. كمان الشخص بقى المتمرس او الراغب ان هو يبقى سيناريست، عايز يدخل مجال السينما، عايز يدخل مجال التمثيل، الناس اللي هي المحترفه شويه او في بدايه طريقها، كمان في نصائح كتيره جوه الكتاب. فانا اتمنى ان هم يعجبوا الفئتين يعني. ان شاء الله. استاذ محمد، انا الحقيقه مبسوط بالرحله من الاول خالص، من اول القعده مع الاستاذ واحد حامد، وكل كاتب كنا بنقعد معاه كان بيدينا باور ان احنا نكمل جميل لحد المعرض. يعني مبسوط بالرحله كلها، اتعلمت منها، واتمنى ان القارئ كمان يتعلم ويعيش التجربه يعني اللي احنا عشناها يعني. ان شاء الله، وان شاء الله اللي جاي احلى، وان شاء الله اللي جاي تحققوا فيه اكتر وتحققوا كل امنياتكم باذن الله. نورتوني. شكرا جدا لحضرتك. ميرسي، بشكركم. انا كده بكون وصلت نهايه حلقتي النهارده. كان منورنا الكاتب الصحفي الاستاذ محمد غالب، وكان منورنا الكاتب الصحفي الاستاذ امام احمد. وزي ما بيقولوا الكتاب كده بيبان من عنوانه، زي ما قلنا النهارده احنا كنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الكتابه، الكتابه اللي هي اصل الحكايه، الكتابه اللي هي الفكره اللي بعد كده بيتبني عليها كل حاجه. بشكركم، كان معاكم رانيا السيد.